ازيكم عاملين ايه؟ الناس اللي نفسها تربي طيور جارحة، لو هدفك من تربية الطيور الجارحة انك هتجيب طير وعشمان انه يحبك ويتعامل معاك زي الكلاب، انسى الموضوع ده. الموضوع ده مش في الطيور الجارحة، الطيور الجارحة اعتمادها الكلي في التربية معاك على الجوع وهو حافز الاكل. طول ما الطيور جعانة، طول ما هي بتسمع الكلام وبتيجي، الطير لو شبع انسى انه يجيلك، انسى انه يمشي وراك، انسى انه يطير وينزل لك تاني. الناس اللي نفسها تربي طيور جارحة وعايزة تدخل هواية بهدف ان الطير يحبهم ويمشي وراهم زي الكلاب كده، الموضوع ده غلط تماما.